السلام عليكم، معكم نورس في حلقة جديدة من برنامج وشكرا بحلتي الجديدة 2022. What up boys and girls، تنتمنى تلقاكم هذا العام بمود زوين، بتقريرات زوينين، فوكس بالفوكس، يكون الفوكس مزيان. المنتخب المغربي غيلعب في الكاميرون كاس افريقيا، ودار واحد المنشور هاد الايامات، واحد المنشور جميل غريب عجيب. هاد المنشور اللي كتبوا الماده الرماديه عنده دخل لها شويه ديال الصفر ودخل لها شويه ديال الحمار، بقاش رماديه اسيدي. لا كتب 20 مليار سنتيم ميزانيه المشاركه في كاس افريقيا بالكاميرون، ومصروف يومي بقيمة 8000 درهم يوميا للاعبين. 8000 درهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تعطيو 160000 ريال في النار، نعم موتوا بالشوط ناكلوا بالطباط. والطاقم المرافق 8000 درهم يوميا للاعبين، والطاقم المرافق من أجل لقب لا تتجاوز قيمته 4 مليار، وهي 4 ملايير. ياك إلا غلطت صحوا لي، ياك ما هي 4 مليار. 4 مليار، 5 مليار، 6 مليار، 10 مليار، 100 مليار. دار العربية مطفصها عجيب، وختمها بعجيب والله عجيب. عجيب والله. الوغ السؤال اللي عندي أنايا، الوغ نهضر بالفرنسي احترموني. احترموني، الوغ كي اللي كاينة. ندخلوا المادة الرمادية ديال السيد ونحاولوا نستوعبوا اللي اكتشف هذا الاكتشاف العظيم، نستوعبوا كي تيشوف الأمور. ناخذوا بعدا نسولوا ما هي الدولة. فلا عرفنا ما هي الدولة غنعرفوا مزيان كيفاش تتسير الدولة. شنو هي دابا اللي تسول عبد الله؟ شنو هي الدولة؟ كي يدير قف 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 الدولة. مسؤولين شفرونا، انا لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الدولة عندهم مسؤولين شفرونا، احنا نضيعوا خصنا نحرقوا. الدولة هي مؤسسة، هي مؤسسة في حد ذاتها تتكون مجموعة مؤسسات، وهي كبيرة، شركة دايره بحال المحلابة كبيرة، فيها البشر خدام، فيها الغاز، تحية الجزائر، فيها مثلا طير البوطا البترول ليسانس بشي يجيب الاخر، فيها شي مراه دايره سنة ديال الدب، في الدب وتتبيع منتوجات الحلوى، المسمن، البطبوط، لهم تاع على يشعلوا في كرشكم، الزيت. هاكا هي الدوله. الا تسحب لكم الدوله هي شي حاجه اخرى، احماق تدخلوا داك الشيء البروليتاريا وداك الشيء ديال المعقد. الدوله بحال شي سوبر مارشي كبير في المسيرين، مسيرين الأكثرية ديالهم فاسدين أو بدأوا يتقدم مؤخرا شوية، ياك فيها العمال، العمال دي ما تتشك العمال دي ما تتشكوا لا راه ما عطاوناش رزقنا، فيها لي غايون ياك. كاين واحد القناة فيهم السلعة مستفاه مزيان وسلعة نقية، دايرين الأغنياء ودايرين حدا الريحة والبارفان وداك الشيء، مراكش طنجة ورا بويز. وكاين واحد اللعيبه اللي هي الفقراء رايحين على ديال ديال نعيش كل داكشي رخيع وموتو بحال هكاك الدوله. وهاد الدوله مالها تتعتمد على جوج انواع على بزاف انواع ديال الموارد، ولكن انا ناخذ جوج انواع الموارد كبيره رئيسيه. الموارد البشريه اللي هما حنا الماشيه اللي هما حنايا، فهمتيني؟ في اي دوله الموارد البشريه مهمه. غريب، الطبقة المتوسطة أهم. المهم هذاك موضوع واحد آخر. الطبقة المتوسطة، الموارد البشرية، الناس اللي تتحرط تضرب تمارة تتخدم تتجيب المواد الدولة تمشي تسوقها. وكاين الموارد الطبيعية، أنك تتفاقر كما قلت لكم، تتلقى عندك الذهب، البترول، الغاز، تحية الجزائر. تتلقى عندهم مثلا ما عارف أخويا شجرة الأرز، الله أعلم. عندنا بزاف الموارد، تتبع وتتشري الحديد، فيه منافع للناس، الله أعلم أخويا. دولة فيها بزاف الموارد. الغضب عندها سلعة ويخصها سلعة نقصها، ما عندهاش مثلا الاكتفاء الذاتي للبترول، ما عندهاش مثلا الملحة، فمعظمنا ما بيحتاج لأكثر من ملعقة صغيرة من ملح الطعام باليوم. ما عرفت تشوفوا انتم شنو ما عندهاش في المغرب تيتشرى، وهو كثير التكنولوجيا إلى آخره. خصها تشري، باش تشري تخص العملة الصعبة. العملة الصعبة منين تجي؟ العملة الصعبة تجي من المستثمرين. تجيو المستثمرين تحطوا رزقهم بالدولار والأورو ياك. أولا ملي تجي شي دولة تشري من عندنا شي منتوج عندنا حنايا، تشريه بالدولار والأورو.
أولى من السياحة، وهادو على سبيل المثال للحصر، ما كاينش غير هادشي اللي تيجيب الاورو منهم. هادو ثلاثه الفروع الكبيره، المستثمرين اللي تيجيبوا الباليزه، المقتنيين اللي تيشريو، والسياحه. علاش بغا الدوره الاورو؟ باش ملي تبغي تشري هي داكشي ناقصه، مثلا ناقصها قطب اللوز، قطب اللوز تبقى ما ناقصهاش قطب اللوز، تمشي تدير تحيد شويه من داكشي اللي دبرات عليه الاورو وتمشي تجيب. ولكن كي غدير تجيب المستثمرين، وكي غادي تجيب السياح، وكي غادير تقول لعباد الله دخلوا راه كاين بلاد الامان والامن ومرحبا بكم، تديرها بالاشهار بحال داك السوبر مارشي، تبقى تقول لهم واه حنا احسن بلد في العالم، عندنا المناطق خدابه، عندنا الطبيعه، عندنا مراكش، عندنا طنجه، مهم داكشي لا يتعدى مراكش طنجه. ثم اللي عزين السياحة المغرب بغينا ولا ما بغيناش، وزان شنو يديروا إشهار الوزان الزيت البلدية واللعبة الأخرى. ولكن حبيبو دي كوكو جو اليو هدي تكالا بيجو على العموم، كين بعد الحيف وكين بعد الظلم بزاف المدن، نحتاجوا أن الجماعات تجمع راسها وتضرب شوية ديال تمارا، لأنه تل جماعة مسؤولة على هذا الفشل ديال كل جماعة. الجماعة مسؤولة على الجماعة، على بعض المدن أنها ما تتسوقش لها بطريقة جيدة، بغيف وتدير موازين، تتنظم العيبات، تجيب شيخاتي في حفلة افتتاح ذاك الملعب الكراطة إلى آخره، تدير يا شوية تدير الإشهار. من بين الإشهار اللي تدير، أنا تتعيط الرضوان مثلا تغني، تجيب مغني عالمي بحال الفرنش، شي يديروا شي انستري خويا غنيو وكبال اكثر غدا الصباح. What do you dress like that for? يلا فقت بالعسل. وتيشدوا 20 مليار وتيديروها ميزانيه للمنتخب ديال الفوت، وتعطيو 8000 درهم يوميا ياك للطاقم المرافقين، ماشي باش يجيب اللقب، باش يكون لابس زوين وكل زوين بيان بريزونتي، باش يمشيو لافريقيا. المستثمرين راه كاين تاع افريقيا، عندهم الفلوس، تبيعوا الديامون، تبيعوا داكشي الغالي ياك، وتيجيو تيقولوا نقيين هاد الوليدات، تياكلوا داكشي زوين، وتيجي ايطو التدريب باش يحضر، يجي عندنا ويقول القجع سي القجع سي القجع، عافاك واش دير لنا الكيطماتش الكيطماتش عجبتو، ما عرف انا تنبسط تنضحك، مي في العمق هادي هي القصه، انه مستمرين تيردوا البال مقابلين الناس يقول واو على بلد، حنت راه حنا تيشوفونا شي حاجه لافريقا، ويك يغرك الغرور ويسحب لك، راه حنت حنا مكشترين تيشوفونا مكشترين، وتشوفوا العاصمه وحسان والطرامباي واكبر مسرح في لافريك، والدور ديال محمد السادس نصره الله وعياده في النار، فهمتيني تيشوفونا بواحد الطريقه في شي شكل. والمغاربة حنت المسيرين صرت هادو العفاريت شنو هنا دو جداد اللي تيجي خدامين تيسوقوا الصورة ديانا، تيخسروا 20 مليار ياكا وصافي، سيروا جيبوا لنا حنت مستثمرين غي يدخلوا غي ميزيو في بلادنا، غيدخلوا العملة الصعبة غنشريو، غيتقدم ازدهار البلاد. اختصار انتم فهمتوا داكشي، هاد القصة ديال 20 مليار وهاد الغباء هاد الناس اللي عندهم المادة الرمادية شوية فيها الألوان، لا عجبكم بحال هاد الكسره كاين في السيتل تحت، بالنسبه للناس اللي ساكنين في برا المغرب والمغرب، هذا نفتتحوا واحد الجناح للبيع لان هاد كورونا دقدقاتنا، بالنسبه الفري شيبين وداكشي ديال الشيبين وداكشي ديال الاوروب، لا عجبكم هاد بوصفر ها هو ني وي ني نو، لا بغيتو تدبروا على الناموس، كاين بولاس واحد اخرين، كيسان واحد اخرين، ديكورات واحد اخرين، الموقع يبان لك اسفل الشاشه اضغط عليه. نرجعوا وهاد النقطة هي غنهضروا عليها من بعد، من بغي نعرف التعليقات كان باش خرجت ميزانية للدولة ديال الثقافة، وخاوتي يقولوا نعمل الحلو شاد وفلان شدوا الفلوس وبيك شد الفلوس وناخر شدوا الفلوس، لا لا ولا قوة إلا بالله، شدوا الفلوس على كون يعطوها لهداك مسكين مرض بالسرطان، كون يعطوا له الفلوس، وهي في العمق فكرة جد صحيحة، ولكن واش هي مهمة للجامعة ولا مهمة لبعض الأفراد؟ واش مهمة للمغرب كجماعة ياك
كدولة كمؤسسة، والمهم مال بعض الأفراد أنا نحيدهم من المغنيين الفلوس ونعطيهم الله أعلم أخوي كله وش يقول. واحد عنده مادة رمادية أخرى تيا عجيبة قالك خاطرة عجيبة، تخيل لو أننا استيقظنا يوما فوجدنا أن كل عمال النظافة وجميع القمامة في العالم قد اختفوا، في العالم قد اختفوا من الوجود. تخيل تخيل حجم الارتباك والفوضى. دع ذلك جانبا، عجبتني دع ذلك، دع ذلك جانبا يا دع ذلك راه وحده، دع ذلك دع ذلك جانبا. ثم تخيل ان الذي اختفى هم الفنانون والمغنيون والراقصات ولاعبي الكره. هل ستتوقف الحياه قيم الاجور تعمينا عن القيمه الحقيقيه للناس؟ شبان لكم في هذا الخطر؟ خليونا في الكومنتير، خليونا نقول شبان لكم. متنتمنوا يكونوا الناس عندهم ماده رماديه حقيقيه ما مزورهش فيها الالوان، تفكروا وقولوا لنا بعمق شبان لكم والصح ولا غلط. حنا ما تنحكموش على الناس، انا تنقول شنو رايي. انا الاشهار مهم لكل الشركه باش تزيد نفسها وتتحسن من الجوده ديال داتها وتدخل مدخول اكبر. الاشهار ولو يكون منتخب مغربي لبس زوين او لا نعمل الحلوت يغني لنا واحد الاغنيه ديال الحمامه. حمامه دوات ايه دوات قالت لي نعلط الله عليك ولا ما عاد. المهم دبروا راسكم فهمتوني، قبل ما تخرجوا ما تنساوش الخرط ديالي على الخرط في القناه، القناه ديالي سبسكرايبس، ضغط على زر الخرط وجيم، واللي ما درش جيم وما تنساوش تكتبوا كومونتير على كي تيبان لكم في دوك الميزانيه اللي تتخسر على المغنيين. ضروري نعرف الريح انت ديال الحلقه الجايه اللي نصوب عليها. كان معكم نورس في حله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.